السلام عليكم. شنو علمتنا الجائحة ديال كورونا؟ أولا بأن الإنسان ضعيف ويمكن أي حاجة تزيد تضعفه ويمكنها تقضي عليه. ثاني حاجة بأن الاقتصاد العالمي حتى هو ضعيف وهش ويمكن التقلبات السريعة يمكن لها تدمره. ثالثا علمتنا بأن بعض المجالات في الاقتصاد هي مجالات هشة نوعا ما، مثلا السياحة أو المطاعم. بزاف الناس كانوا كيعتبروا المطاعم أو المقاهي بمثابة واحد المشروع اللي كيكون مربح ومشروع قار، ولكن هذه الجائحة بينات بأن الحوايج اللي كنا كنظنوا بأنهم استثمارات قارة يمكن يكونوا استثمارات جد هشة. رابعا، وهذا هو المهم اللي كيهمنا، هو أنه علمتنا بأن التجارة الإلكترونيكية هي تجارة الحاضر وليس تجارة المستقبل. بأن إذا عرفنا نستثمر المعارف ديالنا في التجارة الإلكترونيكية كيمكننا نمشيو بعيد ويمكننا نوصلوا لواحد الدرجة ديال الاستقلالية المالية والمادية بطريقة سريعة ومزيانة. خامسا، علمتنا بأن علينا دائما أن نجد الحلول وبأن الحلول موجودة، رغم أن الإنسان ضعيف بقدرة الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى كيقولنا خلق الإنسان ضعيفا، ولكن في نفس الوقت العقل اللي أعطاه الله سبحانه وتعالى كيمكن له يتأقلم مع بزاف الحوايج وكيلقى الحلول. فعلمتنا بأن علينا أن نبحث عن الحلول وأن نكون أكثر إبداع في البحث عن الحلول وفي التأقلم مع الواقع. السلام عليكم.